للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ حسين إسماعيل نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ حسين معنا. يعني بداية، شهدت العلاقات المصرية الصينية تطور ملحوظ تحديدا منذ 2014، برأيك ما هي أبرز محطات هذا التطور في الفترة أو السنوات الأخيرة؟ الحقيقة أن العلاقات المصرية الصينية هي دائما علاقات مستقرة، علاقات متطورة. هذه العلاقات لم تشهد منذ تأسيسها في 30 من مايو عام 1956، يعني لم تشهد خلافات بين البلدين، لم تشهد تعارضا، وإنما كان هناك تنسيق دائم. هذه العلاقات تطورت في السنوات الأخيرة، وتم البناء على ما يعني تم تأسيسه في السنوات السابقة. وكما ذكرتم فإنه منذ عام 2014 شهدت هذه العلاقات وبخاصة على المستوى الاقتصادي تطورا ملحوظا. هناك أيضا تفاهم كبير بين القيادتين السياسيتين في البلدين. هذا التفاهم انعكس على مجمل العلاقات في جوانبها المختلفة. شهدنا استثمارات صينية متزايدة في مصر، شهدنا زيارات متبادلة، شهدنا تنسيقا في المواقف فيما يتعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. أيضا يعني هناك مستقبل متوقع بأن تتطور تلك العلاقات في الفترة المقبلة على نحو أكبر. أستاذ حسين، حضرتك ذكرت أنه شكل التطور وأهم ربما ما يميزه هي شكل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وانعكاسها على أبرز القضايا التي تهم الطرفين. كيف انعكست هذه العلاقات الاقتصادية والاتفاقات والشراكات الأخيرة، إذا كانت الاستثمارات في مصر أو غيرها ما يخص الجانب الصيني، على شكل العلاقات السياسية والقضايا التي تهم المنطقة؟ والصين الحقيقة أصبحت متدخلة بشكل كبير فيما يتعلق بالإقليم، المنطقة، أو حتى القارة الإفريقية. بالتأكيد، يعني إذا كانت هناك روابط اقتصادية قوية، معنى ذلك أن هناك مصالح، معنى ذلك أن هناك حرص من جانب البلدين على المحافظة على تلك المصالح. الصين دولة مستثمرة كبيرة في القارة الأفريقية، ومصر لها اهتمام كبير بالقارة الأخرى، وبالتالي هذا التعاون المصري الصيني ينعكس أو يتجلى في التعاون في مجالات متعددة فتنعكس على القارة الأفريقية. نحن شهدنا في الفترة الأخيرة على سبيل المثال تصنيع اللقاح الصيني في مصر. هذا يعني ليس خدمة مصر فقط، إنما خدمة العديد من الدول الأفريقية. أيضا الاستثمارات الصينية في المنطقة الخليج وما يمكن أن تمثله مصر كمحطة انتقال أو كمركز تصنيع للشركات الصينية، ومنها التصدير إلى القارة الأفريقية وربما إلى الدول المحيطة بمصر أيضا. نعم. ودول عربية أو أوروبية. أشكرك شكرا. أيضا تفضل يا أستاذ حسين، استكمل هذه النقطة. يعني قبل أيام قليلة الشركة الصينية المسؤولة عن البورصة هولي أستاذ حسين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات. أستاذ حسين إسماعيل نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم كان معنا عبر الهاتف.